ومتابعين بصباحنا اكيد، والى فقرتنا التاليه. كثير منا بلاحظ انه عنده بعض العادات السيئه وغير المحببه، ولو ما صرح فيها وانه هو اكيد بحس فيها وهو بينه وبين حاله بجوز ما انه حاببها. ويعتبر الشهر الفضيل فرصه ذهبيه لتقويم كثير من العادات يلي بنعيشها بحياتنا. لاي درجه ممكن انه نستفاد من هالشهر، ولاي درجه ممكن انه نحن نغير من عاداتنا، من تفاصيل نحن ما بنحبها؟ رح نحكي اكثر بهالموضوع مع الدكتوره غاليه سعيد، دكتوره بعلم النفس. صباح الخير دكتوره، رمضان كريم. صباح الخير ورمضان كريم، وايامكم سعاده يا رب. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. ان شاء الله رمضان يكون هيك كله صحه وخير لك يا غاليه. كله سعاده وصحه يا رب. عم نحكي عن موضوع كثير يعني هيك مهم، انه العادات السيئه، شو هي المعايير اللي نحن بتخلينا نعتبرها عادات سيئه، وخاصه انه بتحسي انه الخطا نسبي بين كل حدا والثاني؟ تماما يا عزيزتي. اولا بالفكره مثل ما تفضلت ليا وقالت بالتعريف، انه نحن في عنا تفاصيل او في عنا عادات او في عنا اشياء او تصرفات نحن بنعملها. هلا ضمنيا وذاتيا نحن بنعرف انها هي شغلات مانا حلوه، وبنعرف انها اشياء كثير بشعه، بس بنستعمل هذا المصطلح. اي بعرف انه شيء حلو بس انا ما عم بعرف مانه حلو، بس انا ما عم بقدر غيره، ما عم بقدر اني انا اتصرف فيه، ما عم بعرف شو بدي اعمل. ومع فكره منه بعد ما بتعملوا هي العاده او بعد ما بنعمل هذا التصرف بنرجع بنقول يا الله انا متضايق من هذا الشيء بس ما بعرف. المعايير اللي بتقلك انه انت عم تعملي تصرف هي احساسك الذاتي اولا، زمور الخطر يعني دائما بيضرب بعقلك ما انا عم بعمل شيء خطا، يعني انا بعرف يعني ذاتيا انت بينك وبين حالك معترفه بهذا الموضوع. ثانيا بتشوفي شهاده الاشخاص الاخرين، فبيجوا بيقولوا لك انت كانه ما بعرف تصرفك سيء، كانك عم تعملي شيء مو منيح، انت منتبه على تصرفاتك اخر فتره، فهذا العامل الذاتي الخارجي كمان بيجي سبب ثاني. الاصعب من هذا كلياته انه هذا الشيء بينعكس تاثيره نفسيا وذاتيا اجتماعيا عليكي. يعني العادات البشعه اللي نحن بنعملها، ممكن تصرفاتنا، ممكن كلماتنا، ممكن ردات افعالنا، يعني مجتمعيا بتصير بتضايقك، نفسيا بتصير بتزعجك، ممكن تحطك بمواقف محرجه، ممكن تعمل لك كثير يعني هيك مصادمات مع الاشخاص الاخرين. فانت بترجعي لهي اللحظه الذهبيه تبع يا الله شو بدي اعمل؟ كيف بدي غيرهم؟ والله ما عم بقدر، كثير متضايقه من هالقصه بس ما عم بيطلع بايدي. الموضوع يعني اهم شيء نعرف انه هو نحن بنعرفه ومتقنين فيه تماما ومآمنين فيه انه هو موجود عندنا اساسا. نعم. دكتوره غاليه خلينا نحكي يمكن بالظروف الصعبه الواحد بيضل معصب، بيضل منرفزين، وخاصه يمكن الامهات اللي بقى في مدارس وصوم وحاله اقتصاديه سيئه. طريقه التعامل مع الاطفال، دائما الطفل بيكتسب هي العادات من اهله مشان ما يوصل لمرحله يصير نفس عادات خاطئه عم تعملها الام. كيف لازم تعامله؟ كيف لازم هي تكون اكثر رواء؟ كيف لازم يمكن يعني تستغل هذا الشهر انه هو يكون منظم لاعمال الخير، للعب بمطرح ما؟ تماما يا سيدتي. اولا مثل ما تفضلتي بنقطه كثير سريعه، الطفل يؤخذ بالعدوى، ولما بده يكون في الام عم تعمل قدامه عادات سيئه او حركات سيئه او رده افعال سيئه، فهو حكمه رح ياخذ هذا التصرف وراح يحطه ضمن المكتبه الاساسيه تبعه ويتصرف فيه مع بعض بهذا الشيء ويعززه ضمن التصرفات. صحيح. كيف ممكن نتصرف الشهر الفضيل اللي هو 30 يوم اللي هي فتره الصيام الطويله والمنقطعه، انا كيف ممكن انه انا فعلا غير عاده او بدل رده سلوك، رده فعل او رده سلوك انا كنت متضايقه منه؟ بفكره كثير بسيطه، قد نحن عم بنصوم؟ عم بنصوم تقريبا 14 ل 15 ساعه، ويمكن في ساعات باماكن اخرى عم تكون اكبر. طيب فكره امتناعك عن الطعام وعن الشراب وعن الاشياء اللي انت بتستمتع فيها تحت الهواء، كنا عم نقول فنجان القهوه هو بيسوى الدنيا احيانا الصبح. صحيح. فعلا الناس كثير بتضبط مراقه على فنجان القهوه الصبح. طيب مع هالشيء انت بكل كرامه وبكل محبه عم تقبلي انك انت تضلي هذا الوقت الطويل اللي كثير، وعم توصلي لاخر الوقت وانت يعني حابه رغبانه انه انا عم بعمل شيء حلو، على الاقل روحيا عم يعطيني هذا الاحساس. طيب كونك عم تقدري تمنعي حالك عن الاكل وعن الشرب وعن الاشياء الممتعه واللذيذه وعن الاشياء اللي ممكن تكون كثير حلوه بنهارك، معناتها انت بنفس الوقت اذا بتسالي حالك هذا السؤال الفيصلي، عم بقدر امنع حالي عن الاكل والشرب لوقت كثير طويل وما عم بقدر اتضايق، بس بنفس الوقت عم بستفيد على الجوانب الثانيه. طب هل من المعقول ما اقدر اغير فكره او سلوك او نمط هو غير جيد بحياتي من الداخل، عم يعمل لي مشاكل، عم يعمل لي اشكاليات مع اطفالي، عم يعمل لي مشاكل بمجتمعي، عم يعمل لي كثير قصص، كيف انا ممكن بدل فيه؟
دائما في فكره بتقول لك عقلك بيعترف بالخطا قبل جسدك، يعني اجسامنا اللي بتكون بالحركه او بالسلوك او بالعاده هي مجرد وسيله. فالفكره اني انا دائما اعترف انه انا عندي عاده سيئه واسال حالي انا ليش بعمل هاي العاده السيئه، شو مستفيده منها، واقنع عقلي انه انت لازم تتصرف بفكره انك تلغيها. بعد شوي بتلاقي جسمك لحاله عم يتصرف على هذا الموضوع وعم يمشي على هذا الاساس. وبرجع بقول دائما كل ما بقول انه انا ما بقدر اتذكر اني انا 15 ساعه عم اني امتنع عن الشغلات اللي انا كثير بحبها، معناتها انا قادر اني انا اضبط هذا التصرف وبكل محبه مو رغما عني. اكيد. طيب غاليه، يمكن هالشهر الكريم هو فرصه لتغيير كثير من العادات مثل ما قلتي، وخاصه العادات او الطباع خلينا نقول اللي نحن بنكرهها بحالنا وما بنسيطر عليها يعني خلال تصرفنا مع الاخرين. فهل هو فرصه فعلا كافي شهر معين انه نقدر نتخلى عن طبع مثلا السرسره الانانيه؟ عرفتي انه في كثير صفات معينه هي مزعجه ومؤذيه بجوز غير قصد. تماما. بس خلينا نحكي عنه. تماما يا سيدتي. تشكل فكرة اي عادة بيبدأ من 3 ايام لحد 21 يوم. هلا في اشخاص بتقلك معقول بهذا الوقت وبأسرع من هيك. لك فكرة العادات السيئة ما في اسرع منا بتبنيها. نحن عن جد عنا سرعة يعني تقمص العادات السيئة بشكل كتير بشع. وبنفس الوقت نفس السرعة اللي عندك اياها لتاخدي عادة سيئة فتأكدي تماما انه عندك نفس السرعة لحتى تاخدي عادة ايجابية. ولكن هون الفكرة بتقلك لتشوفي مين البيئة المثيرة لهذا الموضوع. او بمعنى تاني مين الجمهور المغذي لهذا القصه، او وين انا المجتمعي اللي قاعد فيه. انا لما بدي بدل عاده اللي بدل عاده واذا انا مقتنع فيها بعقلي وسالت حالي انه انا فعلا هاي العاده عم تضايقني او عم تزعجني، فاي فكره انه انت لما بتنقطعي عن الطعام وعن الشراب وتمتنعي عن حاجاتك الفيزيولوجيه فهي حاله تهذيب للروح، تهذيب للنفس. وبالتالي لاحظوا لما نحن بنكون صايمين كثير من العادات البشعه بتخف شوي لانه ما في شيء عم بغذيها. صح. غالبا نعمل نميمه لما بنكون قاعدين بقعده حلوه فنجان قهوه بتتغذى العاده لانه في عندها مغريات لهذا الموضوع. بس تخيلي حالك انت وصايمه وتعبانه ومتضايقه ونومك تمام و يعني مين الشخص المستاهل انه انا قاعد احكي عليه وابذل الجهد اللي موجود عندي ليوصل لاخر النهار؟ فالتغيير ببلش من 3 ايام لحد ال 21 يوم بشرط الاعتراف فيه، وضع خطه اساسيه له، اقول انه انا قادر واسال حالي ليش وكيف وشو مستفيد من هذا الموضوع، واذا بقي شو بفيدني واذا اختفت شو بفيدني. والاحلى من هذا كلياته لما بتقيموا عاده او بتبدلوا عاده بشعه ما تتركوا مكانها فارغ لانه الدماغ بدور عليها، وقت ما بيلاقي شيء تعبى بدالها فللاسف شو بيعمل؟ بيرجع بعيدة. تمام. دكتورة غالية، يعني كثير من الأشخاص هن بيكونوا متزعلين في مشاكل بيناتهم وخاصة العيلة، نحن سوشيال ميديا واتساب مسج هي هي، ولكن كيف خلال شهر رمضان المبارك خلينا هيك نخلي التواصل يكون أحسن، إذا حدا زعلانين منه يكون أقرب نصالحه، نبتعد شوي عن الموبايل والسوشيال ميديا ونرجع نجدد هي العلاقات القريبة من بعضها؟ صدقيني انت عم تحكي شيء كثير احساس ممتع جدا، وفعلا اللي بيجرب التواصل الوجودي يعني انه تكوني قاعده مع شخص تواصل بدون هذا التليفون وبدون وسائل التواصل الاجتماعي في متعه كثير رائعه. نحن للاسف صرنا مأسورين ضمن هذا التليفون وانه يلا انا عزيتك او كنت موجود معك او سلمت عليك او بعثت لك او عن طريق التليفون. ولكن اكيد هلا كمان نحن في عنا ظرف استثنائي اللي هو فيروس كورونا اللي موجود عنا، فنحن كثير بحاله يعني انه مضطرين للتباعد الاجتماعي. ومع هذا الشيء كمان هذا الشيء ما بيمنع انه انا اضل انه يعني اخذها فرصه انه انا وليا ما بنحكي مع بعض مشان كورونا، انا ما عاد اجي لعندك ابدا ولا عاد احكي معك فاتحجج بهذا الموضوع. اكيد لا، فيني ضل اتواصل معك، فيني ضل عم احكي معك، وفي مثل ما قلتي كمان رمضان هي فرصه لحتى انا اقول لك انه ان شاء الله هيك شهر مبارك وامورك كلها بخير ويكون عليكي سعاده، وارجع اتواصل معك مره ثانيه وحاول اني افتح معك من اول وجديد مره ثانيه. وبعيدا عن اماكن التواصل الاجتماعي عن جد جربوا فكره الوجود المكاني مع بعض. خلينا بعد ما تمرق هاي الأزمة نرجع، في أحلى من أنك تكوني موجودة مع شخص بتحبيه أو تعدي مع رفقاتك أو مع عائلتك أو مع أهلك، ما في أمتع ولا أجمل من هذا الإحساس. عن جد ما في شيء بيوصل إحساساتكم ومشاعركم مثل لما بكون عم بتطلع فيكي لما عم تشوفي بسمتي وشوف عيونك، غير التليفون تماما وغير كل شيء ممكن تخطر ببالك من وسائل التواصل الاجتماعي. نعم غالية، هيك شو بتحبي توجهي لكل العالم اليوم الحابين فعلا يغيروا بعض الطباع أو الصفات السيئة
بفترة معينة، هيك نصائح سريعة. تماما. أول شيء خلونا نعترف أنه أنا عندي عادة بشعة. الشخص اللي بيعترف أنه عنده عادة بشعة فهو بيكون قابل للتغيير. بعدين بحاول أكسر روتين أو نمط المكان اللي بيغذي لي هاي العادة البشعة، الأشخاص، المجتمع، البيئة، وين المكان اللي أنا بشعر أنه أنا هاي مثلا تصرف أو هذا الطباع اللي عم يطلع معي أكثر عند هدول الأشخاص. ممكن يقول لك إيه أنا ما فيني بعد عن شخص مثلا مثل ما قلتي هي أنه أنا بحكي كثير عن العالم، مين الشريك اللي بيغذي لي أحكي عن العالم كثير مثلا؟ فلان أنا بقعد معه، طب خليني أنا خفف عنه شوي، لأنه أنتي بتكوني لحالك ما رح تحكي كتير عن العالم، أو النق أو النكد أو النق أو النكد أو الحسد أو الحسد. تمام تمام. هي كلها تصفات وعادات بشعة على فكرة. إذا بترجعوا لمحيطكم تلاقوا إنه في أشخاص كانت محرك أساسي وراها، يعني هي بتغذية تبع إنه شو بك اليوم، ليه متضايقة، كأنه مو عاجبك شيء، كأنه ليش هيك سخنانة، ليش هيك عم بيصير، ليش هيك حظك أنتي، ومن هدول الأشخاص اللي بيخليك أنتي سلبيين. تمام. إنك أنتي تزيدي بهي العادة. بعدين دائما حطوا ببالكم خطة كتير حلوة، هي خطة الفشل. نحن نعرف خطة النجاح، بس في خطة الفشل، في ناس ممكن من أول مرة ما تنجح، وثاني مرة وثالث مرة. مو إذا ما نجحت من أول مرة أنه أنا خلص أنا ما بقدر، هذا اللي بيطلع بإيدي وجربت، هم هو جربت بس ما طلع بإيدي. لا بالعكس، كل ما جربت أكثر من مرة لازم تتأكد أنه المرة اللي بعدها رح يكون النجاح نصيبك. حط خطة الفشل، في حال ما نجحت أول مرة ولا ثاني مرة ولا حتى عشر مرة رح أضل جرب. واهم ما اهم شيء انه هذا الشهر عن جد هو فرصه لحتى نرجع هيك نعمل ريفرش من اول وجديد، هو تدريب نفسي لحتى عن جد نرجع نرتب عاداتنا بالاولويه ونقنع عقلنا انه الشغلات هي عم تضايقني فلازم انا بدلها، واستغل هذا الوقت اني يعني انا على الاقل بلا اكل وبلا شرب وبلا فنجان قهوه. صحيح. ما في طاقه، ما في طاقه، طاقه زيرو. طلع هيك بينعاد عليكي بالخير، ويكون شهر رمضان والايام اللي جايه يا رب كلها خير وكلها بركه ومحبه اهم شيء ان شاء الله يا رب، لانه اليوم نحن كثير بحاجه للمحبه. شكرا كثير لك. شكرا لك يا غالية حبيبة قلبي.